فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحيانا يكون من بعض المسلمين اتخاذ علائم على القبور الشيخ صغيرة أو قليلة عند نصيبة القبر، تعليم بحجر أو عود أو بخاخ، ما حكم ذلك وتوجيهكم جزاكم الله خير؟ وهل للهيئات مثلا أو الجهات الدينية أن تمر المقابر كل فترة كل شهر شهرين وتبعد هذا؟ لأن في الغالب أنها عواطف، أول ما يموت ميتهم يريدون يحطون عليها يجعلون عليها علامة ثم ينسونه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور كثيرة حول القبور، منها الإسراج والصلاة عندها، ومنها تجصيصها يعني صبغها بالألوان على ظهر القبر سواء بالجص أو بالنورة أو بالبوية اليوم الدهان المعروف، هذا أمر لا يجوز لأنه يجلب الأنظار إليها ويعلق القلوب بها. ونهى عن الكتابة عليها، الكتابة عليها بأن يكتب اسم فلان وتاريخ وفاته، أو يمدح بأنه الولي الفلاني كما هو عند الأضرحة، فهذا أمر محرم لأن هذا يعلق قلوب الناس بها ويجلب الزوار إليها ويظنون أن هذا الميت له شأن، وأنه ما عمل حوله هذه الأعمال إلا لأن له شأنا، وأنه يقضي الحاجات، وأنه إلى آخر ما يدعون. فسدا للذريعة تجعل قبور المسلمين سواء كما كانت قبور الصحابة سواء، ليس لبعضها ميزة على بعض، وإنما هي قبور متساوية، بل لا تعرف من هذا ومن هذا إلا إذا كنت قد حضرت دفنه من قبل. أما إذا وضعت علامة تريد بها معرفة القبر لأجل زيارته والسلام عليه، وهذه العلامة ليست مما نهي عنه، كأن تضع حجرا عليه أو عودا أو ما أشبه ذلك مما لا يعطي من رآه أهمية، فهذا لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره صلى الله عليه وسلم، فوضع علامة لا تعطي إشارة بالتعظيم ولا يعرفها إلا من وضعها، فهذا لا بأس به.